وهنأ أهالي قضاء بلد العراقيين والأمة الإسلامية بحلول العيد، داعين القوى السياسية إلى النظر بعين المسؤولية والإسراع بتشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب. الزميل عبد الجبار مهدي وهذا التقرير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أهالي بلد يعبرون عن فرحتهم بحلول العيد السعيد، مؤكدين أن أيام العيد تجمع الأهالي وأفراد العائلة الواحدة وسط أجواء من المحبة والألفة المشهودة لدى العائلات العراقية والبلداوية خصوصا، وأن محافظة صلاح الدين تشهد الأمن والاستقرار وإعادة النازحين. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتمنى للشعب العراقي والجميع الأمة الإسلامية بالخير والرفاه والسرور والاطمئنان وخاصة الأمن. للأسف السياسيين العراقيين نائمين والشعب يقظ ينتظر اللحظة التي يرجو منها الخير من هؤلاء السياسيين. طالت المدة أكثر من 6 أشهر ولم تشكل الحكومة. نأسف لهذه الأحداث والمناكفات السياسية والأشياء الغير مبررة، أمنياتنا أنه تشكيل حكومة تقوم بخدمة الشعب العراقي. تهني الشعب العراقي وشعبنا أهل صلاح الدين وأهل البلد وأهل الإسحاق وأهل الضلوعي وأهل سامرة على هيش مناسبة حلوة طيبة. أمنياتنا إن شاء الله الأمن والأمان للشعب العراقي. نتمنى إن شاء الله التوفيق للشعب العراقي بهذه الأيام المناسبة، أيام مباركة إن شاء الله علينا بالخير والبركة إن شاء الله. نتمنى التوفيق لكل العالم. نتوفيق تشكيل حكومة. نعم تشكيل الحكومة يا ريت، ويهم الأمن والاستقرار. الوضع الأمن إن شاء الله يكون أحسن من قبل، أفضل. أجواء حلوة، أجواء حلوة، أمان حلو. أي نعم متوفر كل شيء ما شاء الله، أجواء كلش حلوة ورائعة. ما يميز العيد السعيد في مناطق جنوبية صلاح الدين عادات وتقاليد قديمة لا يمكن نسيانها، وهي التقارب والتزاور فيما بين العائلات العراقية، فيما طالب المواطنين الحكومة العراقية بتشكيلها وتوحيد الصف الوطني وتخفيض الأسعار وإقرار الموازنة والحفاظ على النسيج المجتمعي. نسأل الله أن يدم الأمن والأمان على الأمة العربية، تحس بالأمان وانسى من تشوف هيك ناس يعني ترتاح نفسيا تعيش حياتك. صحيح والله تشكل حكومة ويصير يعني وضع زين الشباب، يعني بحيث يلقى دعم، يلقى حتى إذا مو وظيفة يلقى القطاع الخاص مشتغل يعني يستفاد إن شاء الله. كل عام وانت بخير، وإن شاء الله الشعب العراقي كله بخير، وإن شاء الله يأم الأمن والأمان الشعب العراقي، وإن شاء الله نكون إيد وحدة ما نتفرق، وإن شاء الله الله ينصر القوات الأمنية والحشد الشعبي. والله أجواء زينة، يعني السوق مليان ملي ناس وناس تسوق من كل المناطق. يعني أنا شفت هنا أصدقائي من الضلوعية، من البفراج، من يثرب، من هذه المناطق المجاورة كلهم موجودين هنا، وإن شاء الله الموازنة تنقر وينطون درجاتها كل من الشباب تشوف حياته. وما هذه الأجواء إلا دليل استقرار أمني ومجتمعي شهدته مناطق جنوبية صلاح الدين بالفرح والتآلف والسلم الاجتماعي، صار عنوانا يغلف كل الأيام ويجعلها عيادا. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.